بعد رجعنا كمان عرفنا على شوي. مش بشي بس. طيب. ايه كيف بس سعد. سعد. اهلا سعد كيف نحوال؟ ايه. Thank you.
So you're outside, then you're, you can just... Yeah, I'll take the key. مصاري هلا؟ لا 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 I'm going to go to the hospital.
كانوا 9 و 4 بيجي من 5 سنين الحمد لله يعني الحمد لله يعني شيت ورا وليلي ابدا ليلي ابدا انا ماشي كله واحد كله واحد انك انت عمال لي بالسالفه خلاص رجل البحر على العين والله لحتى هذا التقليد بيو ستيس او شيء مش مسموح اوكي بعيدا معين الوزير اهلا وسهلا نطرناك وجيت فرحتنا كتير كبيره الليله اهلا وسهلا فيكم كلكم بهالليله الجسمائيه اللي مجتمعين مع الاحبه اهلا وسهلا فيكم الليله العظيم I like to welcome everyone who came to share this special gathering with us. Thank you for coming. And now, الأستاذ سعد حنوش منسق لجنة الانتشار في التيار الوطني الحر لأمريكا الشمالية اتفضل على البوديوم. اهلا وسهلا فيكم الحقيقه سهره وجمعه كثير حلوه معالي الوزير كان ما بده يسافر من امريكا قبل ما يجي على كليفلند هلا عرفنا ليش السبب الحقيقه الواحد بيفتخر بهيك جمعه وان شاء الله يكون لنا لقاءات اكثر وقتا نحن بجايين نقول خلافاتنا بلبنان لعندكم بالعكس نحن جايين نفرجيكم شو عم نعمل حتى تفكروا ترجعوا على لبنان معالي الوزير رح يحكيكم عن انجازات عملها وعم تعملها عم يعملها تكتل تغيير والاصلاح نتمنى يوما ما تبلشوا تفكروا بالرجع على لبنان نحن بدنا نعلن عن المؤتمر مؤتمر امريكا الشماليه اللي بده يصير باوتاوا ب 27 اكتوبر مشاركتكم كثير بتهمنا اذا بتحبوا تتواصلوا معنا في عنا فيكم تبعتوا ايميل على usa@intishar.org الشباب رح يمرقوا هلا فورم اذا في مجال تكتبوا اساميكم ورقم التليفون والايميل تبعكم حتى نضلنا نتواصل معكم على الانجازات اللي عم بتصير بلبنان نقدر نضوي لكم على الامور اللي لازم تعرفوا عنها انتم بس عم تشوفوا بالاعلام الامور السوداء بلبنان لا بدنا اياكم تشوفوا الاشياء اللي بتفرحوا انكم تسمعوا فيها المؤتمر اللي بيصير بأوتاوا رح يكون كثير مهم لنا طبعا هو مؤتمر تنظيمي بدنا نحكي فيه عن الانجازات تبع تكتل التغيير والاصلاح وبدنا نحكي فيه عن وضع المسيحيين بالمشرق وضع المسيحيين من ناحيه الهجره ومن ناحيه التهجير فانا ما رح اطول عليكم رح اترك الكلمه لمعالي الوزير هو بده يحكي اكثر يعطيكم العافيه Thank you.
الخير عن جديد. مساء النور. اسمحوا لي بالبدايه كلمه شكر لابد منا لكل يلي ساعدنا بانشاء الحفل رغم الصعوبات اللي اعترضتنا. ما بدي اسمي احسن ما انسى حدا، رح اعتبر الكل مثل الجند المجهود. بدي اشكر حضوركم وتلبيتكم دعوتنا. صحيح كان الوقت كثير ضيق بس قدرنا، ما في شيء صعب علينا. لقاءنا اخت الليله مميز ما في شك لعده اسباب، بس اهمها هو جمع هالشمل. نحن فرحتنا دوب مثل ما بيقولوا. اولا ان شاء الله على طول نلتقى فيكم بالافراح، مش بس للقاءات سياسيه. الليله لها نكهه خاصه جدا، اقله بالنسبه لإلي، انا ابن البترول. معالي الوزير، كلمة حق لازم تقال عنك، مالق الدنيا وشاغل الناس. نقال كتير ونحكى كتير، يعني صعب مش بس علي أنا وحدي أوصف الأستاذ جبران بسيل، يمكن بدنا شهور وسنين. أنا راح أختصرهم كلهم عقدر معرفة البترولية فيه. اسم الله عليك ورشة حد ذاتها، وما غلط أبدا تسماك وزير الطاقة وكل الطاقات. كل اللي بدي اقول لك ايه، نحن حدك ورح نضل حدك، كنا حدك بالايام الصعبة وان شاء الله منضل مسيرة العمر كلها حدك. بدي اقول لك شغلة كتير مهمة، انه في ناس سائد ساعات وساخرة ساعات لتجي تشوف شخص جبران باسيل. نحن بدنا نشكرهم شكر خاص كبير، لانه الاشخاص بالاحرى السياسيين الصادقين اللي بيرفعوا الراس صاروا قليل كثير. ان شاء الله راسنا بيضل مرفوع بوجودك، بوجود امثال الجنرال. فيك عن جديد. معالي الوزير اهلا وسهلا فيك بكليفلاند اوهايو، المنبر الك. بدي ادعي الدكتور انتوني شايا، مستر زاكري Okay, Dr. Anthony Shire. Fadda. Thank you. Good evening. Mayor Frank Jackson couldn't be with us this evening, so he gives his regards. And this is a proclamation from the office of Mayor Frank G. Jackson, City of Cleveland, Ohio. Whereas, on the behalf of the citizens of the City of Cleveland, I am honored to offer this proclamation in the recognition of His Excellency, Minister Jibran Bessil, Minister of Energy and Water, the Republic of Lebanon, as he visits the City of Cleveland. And whereas, in the years to come, the City of Cleveland and I look forward to the continued development of the relationship between Lebanon and the City of Cleveland. Now therefore, I, Frank G. Jackson, the 56th Mayor of the City of Cleveland, do hereby offer this proclamation in the recognition of the Ministry of Energy and Water, the Republic of Lebanon. I invite all citizens to join me in extending a warm welcome
to the Minister Gibran Basile as he visits the city of Cleveland and congratulate him on his work to increase the awareness of sustainability and their use of renewable energy. Of Cleveland City Council, Martin J. Sweeney, our council president, we would like to welcome you, Minister Excellency Gibran Basile, to the city of Cleveland. And on behalf of the 19 members of the Cleveland City Council, we read these resolutions all the time, but I think this one line right here sums it all up on your visit, where it speaks to, for more than 100 years, the Lebanese and Arab American communities have continued to play a vital role in the spiritual, social, and cultural life in greater Cleveland community. Yes. We want to thank you, we want to thank all the Arab community for what you've done for us here in the city of Cleveland. And once again, Minister Excellency Gibran Basile, welcome to the city of Cleveland. Good evening. On behalf of On behalf of our county executive Ed Fitzgerald and our county council, I would like to welcome Your Excellency to Cahoga County. You know, I was just speaking briefly with Mr. Elias Basab, and he mentioned that he just came from the Clinton Global Initiative conference. And Bill Clinton once said that nations fight over resources. We have the coloring that we put over it, religion, ethnicity, but at the end of the day, they always fight over resources. And there are probably no resources that are more vital in this part of the world than energy and water. And how we maintain the availability of these resources is for the sustainability of that region for years to come. And more importantly, how do we maintain the availability of these resources in an environmentally conscious way that preserves the earth, that preserves the real estate over which we sometimes fight? So Mr. Minister, you have a big portfolio, a very important portfolio, and we wish you the best of luck, and we want to do everything that we can to enhance the relationships between Lebanon and Cuyahoga County, to have sister counties. Anything that we can do between our respective nations, that's something we'd like to promote as much as we can. I have a proclamation here from County Executive Ed Fitzgerald, and I'll just very briefly
He recognizes the accomplishments of the Lebanese American community in Cleveland and completes by saying, whereas the Ministry of Energy and Water has been recognized for outstanding green initiatives to help Lebanon acquire green awareness to better protect and conserve its natural resources. Now, therefore, be it resolved that the County Executive Edward Fitzgerald hereby welcomes and recognizes on this day, September 29, 2012, the visit of His Excellency Minister Gibran Basile to the City of Cleveland. Ahla wa sahla fiik bi Cleveland. أستاذ عمر الباب بيته كريم I would like to present you with a resolution in your honor from the governor of the state of Ohio. Whereas in Lebanon, available renewable energy include resources such as solar, wind, hydro, and biomass resources. And whereas in the Ministry of Energy and Water has received an award for outstanding green initiative to help Lebanon acquire green awareness to better protect and conserve its natural resources. Now, therefore, I, John Kasich, Governor of the State of Ohio, do hereby recognize and welcome His Excellency Minister Gibran Basile to Ohio and the City of Cleveland. As the Minister of Energy and Water of the Republic of Lebanon, we honor your presence on this 29th day of September 2012, John Kasich, Governor of Ohio. شو كمان عندي؟ وعلى المناطق